والله أنا عاتب على أبو متعب، عاتب على ملك المملكة العربية السعودية، وعاتب على كل شريف بالعالم. المالك ذبحنا، أحمد نجاد ذبحنا، الكلب الثاني هذا حسن نصر الله والله ذبحنا. طيب إذا كل هذول قاعد يساعدون بشار الأسد، أنتم ليش ما تساعدونه؟ ليش ما تتقون الله؟ تتقون الله في أولادكم، تتقون الله في قرآنكم، تتقون الله في بيت الله العظيم. ليش ما تساعدونا يا اخي؟ احنا نحكيكم من الميادين والله متضايقين من ارض المعركه، وانا واقف امام الكاميرا من ارض المعركه. والله اشتريت الطلقه 138 ورقه، اشتريت الروسيه 105,000 ورقه، بعت بقره ولدي، بعت ذهب بناتي، بعت ذهب زوجاتي، الله وكلكم اشتريت. طيب يا جماعه يا ولو انقذونا، انقذونا كرامه الله، كرامه اعلاء كلمه الله عز وجل. ليش تحجون وليش تصلون؟ ليش اتقوا الله في صلاتكم، اتقوا الله في حجكم، اتقوا الله في نفسكم. يا اخي والله ذبحتونا بقراءات اللي وعدتونا بها، والله ذبحتونا بالاقراءات اللي وعدتونا بها، والسعد بشار الاسد يفكر ان انتم تساعدونا. والله ما احنا مساعدين الا انفسنا بس. بس يا للاسف عليكم وعلى اموالكم وعلى طيرانكم وعلى دباباتكم ودرعاتكم. اشو رحتوا على قطر سويتوا درع الجزيره والميادين ودير الزور وانحائها والسنه تركتوهم، ليش؟ احنا نحارب من شاننا؟ احنا نحارب من شان علاء كلمه الله، ونحارب من شانكم انتم الشيعه والرافضه. قامت تسحل بناتنا وزوجاتنا واطفالنا، قامت تشق الطفل وتاخذ اعضاءه، قامت تسحل النساء بالشارع. وشوفوا على الشاشه يا ابو متعب، انت شوفوا على الشاشه، تقول هذا الله 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 ختم على قلبك؟ الله ختم على ضميرك؟ اتق الله في نفسك. شوف بناتنا شلون تنشحط بالشارع، شوف بناتنا شلون واعراضنا شلون تنتهك، شوف الثكالة شلون تصيح، شوف الدمار شلون حل بينا، شوف اراضينا وسوريا ايش ظل بيها؟ احرقوا البشر والحجر، احرقوا الزرع، احرقوا الاطفال، احرقوا النساء. والله مثلوا بينا، والله لا هولاكو ولا هذا رئيس المانيا اول شو اسمه رئيس هتلر. ولا هتلر سوى بينا مثل ما سوى بينا بشار. وانتم صامتين، لا حياة الا ما تنادي. طيب ليش؟ ما فيكم ضر الضمير؟ من تسنى مثلنا؟ افرض انت مكاننا، انت كرئيس قطر، رئيس السعودية، رئيس اي دولة عربية، والمالك يهلكنا بسلاح، قاعد يمدهم بسلاح باثقل السلاح، باثقل السلاح قاعد يمدهم، وايران تمدهم، حسن نصر الله يمدهم، كل دول العالم سوقفت ضدنا. طيب انتم ليش ما توقفون ضد اللي وقفوا ضدنا بس؟ طيب انتوا ليه انتوا ما تخجلون منهم يوم يمدونهم باثقل السلاح؟ ما تخجلون؟ ما تقولون والله والله ان 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 مقصرين بالشعب السوري؟ يا اخي السنه انتهكت اطفالها ونسائها واعراضها واموالها وبنائها. والله العظيم اللي قاعد احكي لك امام الكاميرا، والله العظيم عندي كوخ ساكن فيه وبيتي ما اقدر اسقفه، والله ما عندي شيء اسقفه. واشتريت الطلقة وراح أكرر الكلام، والله 138 ورقة، والروسية 105، وحسبي الله عليكم ونعم الوكيل. نعم بالله، الله يجزيك الخير. الله يعافيك.